هل يمكن الحديث عن ثورة دون نهضة اقتصادية؟ يمكن لدى أولئك الذين يتبنون بكونها ثورة محافظة، ويمكن أيضا من منظور الذين يعتبرون وجود ووجاهة نمط جديد من الثورات، وهي ثورات من داخل المنظومة القانونية ومن داخل السائد وبآليات السائد وبمعطيات نفس النسق، وهم المستفيدون فعلا انطلاقا من واقعهم الموضوعي. هذا على المستويين، على مستوى التنظير والتفكير والكتابات. تعرف انت ثم شكون يعتبرها ثورة؟ مثلا الأستاذ عياض بن عاشور يعتبرها ثورة ونجحت وأعطت نتائجها، ثورة في بلاد الإسلام وكو تونيزي اون ريفوليسيون اون بيي الإسلام، يعتبر ذلك. وأيضا على المستوى الممارسي الذين استفادوا، يعني الذين كانوا يعتشون من المنظومة القديمة وظلوا في المنظومة السياسية الحالية يعتبرونها ثورة، لأن مكسبهم منها على مستوى الحرية خليهم يخرجوا من الاشتغال في نطاق دولة الفاسدين إلى الاشتغال بنجاعة وجدوى أكثر في دولة المفسدين. قبل كانت الدولة دولة الفساد، دولة الفاسدين، يعني حتى في بعض النجاحات النسبية ولا ننكرها، بعض المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية المهمة في خاصة من 92 حتى 96، 3-4 سنوات هذوكم كانت في تقدير الاقتصاديين نجاحات مهمة. زمان بن علي غادر، كانت ظرفية طبعا على اعتبار الوضع في ليبيا والوضع في الجزائر. طبعا بطبيعة الحال استفدنا كثيرا من العشرية السوداء في الجزائر والحصار اللي كان مضروب عليه غير ذلك. ولكن في نهاية الأمر التوازنات الاجتماعية كانت أفضل، والمسألة البند الاجتماعي كان أفضل بكثير من واقع الحال اليوم. حتى في علاقة بتلك النجاحات ثمة فاسدين ولكن يستفيدون من تلك النجاحات. الواقع الحالي اليوم أنه حتى المصلحين الذين يتبنون ويرفعون لواء الإصلاح هم الذين يتحولون إلى آليات إفساد المنظومة، مفسدين. شوف اليوم احنا ترتيبنا على المستوى العالمي من منظور الشفافية الدولية، نحن من أكثر من أهم البلدان اللي عاشت التجربة هذه، وفي هذا الحيز الزمني في خلال عشرية مقارنة برومانيا بعد شاوسيسكو، مقارنة بالبرتغال، بولونيا إلى غير ذلك، من أكثر البلدان يعني حققت معطيات مؤشرات صاروخية في الفساد. شو معناه هذا؟ معناه رأوا يعتبر اللي هذه من مؤشرات من نتائج الثورة مستفيد منها باختصار، ينطلق من واقع الموضوع. لكن كي نقروا المسألة الأردوازة من منظور شمولي كلي، اليوم نلقوا كل المؤشرات تثبت عكس ذلك على مستوى الميكروكوزم وعلى مستوى الماكروكوزم.